محفوظ بن علي بن محفوظ المشيخي، خدمات اللوجستية والإدارية، مكمل 11 شهر. أشرف على سكن الموظفين والموقع في العمل. الإشراف على تفريغ المواد في الموقع. يعني لي العمل في مشروع المرآة، حيث أنه أكبر مشروع في الشرق الأوسط وفي العالم. أثره كبير جدا، حيث أنه تقنية فريدة من نوعها ويقلل من التكاليف. أنها شركة فريدة من نوعها وشركة رائدة وتمتاز بتقنية الطاقة الشمسية.